ميت على قبر قديم. لا يجوز نبش قبر المسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. فإذا حفرت على قبر المسلم فيمكن أن تكسر عظمه، هذه أذية له. وفي الإسلام القبور تحترم ولا تهان، كما أنها لا يبالغ في تعظيمها إلى حد الشرك أو ما كان وسيلة لذلك. والإسلام متصف بالوسطية والعدل كما هو معلوم. نعم، فهذا هو الأصل. لكن إذا كان القبر قديما بحيث أنه تكون العظام قد رمت ولم يبقى منها شيء في الغالب، واضطر إلى ذلك، اضطر إلى هذا، فلا بأس أن يحفر القبر، يعني لم يجد أين يدفن، فلا بأس بذلك، لكن يحتاط ويحترز جدا في أن لا يكسر عظم المؤمن. فهذا هو يعني الجواب. إذا اضطر إلى مكان، إذا كان فيه فسحة، أن يدفن في مكان آخر ولو ليس في نفس المقبرة يدفن. أما إذا اضطر فبشرط أن يكون قد قدم هذا القبر، صار قديما، فيحفر ويجتنب أن يكسر العظام. يقول هنا: تقسم الممتلكات والأبو على قيد الحياة، أليس أفضل اجتناب المنازعات بعد الوفاة؟ هذه الحقيقة بعض الناس تراودهم هذه النيات، والإنسان يبتعد عنها. إذا كان عندك ممتلكات تريد أن تعطي لأبنائك أعطيه، إذا أردت أن تبقى في ملكك تبقى ليش؟ وبعد الوفاة ما تدري من هو أول الوفاة، أنت أم هم. بعد الوفاة يكون هناك ماذا؟ يكون في ماذا؟ الميراث، يجري الميراث. بعد الوفاة يكون في ماذا؟ الميراث. وإذا أراد أن يقسم حال حياته يقسم، لا إشكال فيه. بعض الناس يقول لعله إذا توفي سيختصم الأولاد، لا يحتاج أن يحتمل هذا الأمر. هذا عنده ملك وعنده رزق يقسم، يعطي أولاده، ولكن لابد من العدل. وقد ذكرنا سابقا أن الهبة للأولاد على أقسام. إذا كان أحدهم عنده حاجة، مضطر إلى حاجة، فهذا يعطى. فهذا يعطى دون سائر الأولاد، لأنه يحتاج ومحتاج، يعني ولد أو أحد أولاده مقبل على سفر لهم أو على عملية أو نحو ذلك، فهذا حاجته أكثر. القسم الثاني إذا احتاج جميع الأولاد فيعطي كل منهم أو كل منهم ما يناسب، الذي له مدخول
يعطى لكن ليس كالذي ليس له مدخول أو مدخوله أقل. فهنا لا بأس بأن يعني يفاوض. الحالة الثالثة غير الأولى والثانية، وهو الإعطاء عن كفاية وزيادة، فهنا لا بد من العدل، لا بد من العدل. والصحيح أن يعطي الذكر والأنثى على حد سواء، وقيل للذكر الحظ الأنثيين، لكن أظهر أن يسوي بينهما، أن يسوي بينهما. نعم، دعوة العرس يجب أن يلبيها، وإذا لم يدعوه فلا لا يلزم أن يلبي. وإذا كان يعرف أنه ماذا إذا ذهب لا يغضب ولا يتحرج يذهب، وإذا كان علم أنه لم يدعوه لأنه انشغل أو نسي فلا حرج أن يذهب. يقول من يعني بعضهم يمنع من أن ترتدي ابنته الجلباب، المطلوب هو الحجاب الشرعي بشروطه، بشروطه، والجلباب هو الذي يكون أوفى اللباس شرطا لستر المرأة، فلماذا يمنع، لماذا تمنع منه البنت؟ هذا على تأسف من الوالدين، على تأسف، ولا يجوز هذا. بل إذا مالت البنت إلى هذا تساعد وتعان، فهذا دليل العفاف والعفة وخوف الله سبحانه وتعالى، وللبنت أن تشتري. وهذا بعثنا أسئلة محاضرة على صيام يوم السبت وقد ذكرناه سابقا، لكن كان في نيتي أن أعود وأتكلم عن هذا اليوم، وقد تكلمت عنه يوم أمس أيضا، ولا بأس أن أعيد وأتكلم كذلك. نعم، فهذا اليوم يوم السبت جاء فيه جملة من الأحاديث، بعض الأحاديث فيها النهي عن صيامه، وبعضها فيها جواز صيامه، وبعضها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. جملة من الأحاديث نهى عن صيام يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا لما افترض عليكم، صيام يوم السبت لا لك ولا لا لك ولا عليك. قال عليه الصلاة والسلام جويلية زوجته وقد وجدها صائمة ودخل عليها يوم الجمعة بعد العصر، لا إله إلا الله، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله تصومين غدا إقرار. ثم الأيام التي جاء فيها ترغيب الصيام كأيام البيض ويوم عرفة مطلقا ويوم عاشوراء، وكان رغب عليه الصلاة والسلام وذكر أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. وجاء في حديث أم سلمة أن عليه الصلاة والسلام كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الذي بعد الثلاثاء والأربعاء والخميس، والحديث هذا فيه ضعف. هذه جملة الأحاديث التي جاءت، وجمهور العلماء له في ذلك آراء. أما حديث النهي منهم من حسنه ومنهم من تكلم فيه شديدا، وبالتالي من تكلم فيه وضعفه لا إشكال، فيرون جواز الصيام، يرون جواز الصيام، لكن مع التضعيف أيضا قالوا ليمة الله أسبوعين قلنا سلمون وكيف كيف. نعم، فحتى الذين ضاعفوا الحديث أيضا يقولون بكراهة صيام السبت منفردا، يصوم يوم قبل أو يوم بعد، وهذا قول الجماهير. جماهير العلماء يقولون تصوم يوم قبل ويوم بعد، ومنهم من قال تصوم يوم قبل أو يوم بعد، ولكن إذا وافق يوما فاضلا جاز صيامه منفردا كيوم عرفة ويوم عاشوراء، لأنك لم تقصد هذا اليوم.
ومنهم من قال باستحبابه صيامه اصلا لحديث انه عليه الصلاه والسلام كان يصوم السبت الاحد الاثنين من الشهر والثلاثاء الاربعاء والخميس من الشهر الذي بعد. ومنهم من صح حديث النهي وراى منع صيامه مطلقا منع صيامه مطلقا وهذا وان كان قل من قال به واشهر من نقلت عنه الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ورفع درجاته وطيب ثراه إمام العصر ومحدث العصر من غير مدافع في هذا الزمان كما هو معلوم ومعروف عند القاصي والداني ويشهد له بذلك من يوافقه ومن يخالفه. هذا اجتهاده رحمه الله وانتهى إليه فقها من هذه الأحاديث وتصحيحا لحديث النهي و أيضا أخذا من تقرير بعض كلام العلماء، يعني يقال أنه تفرد بهذا القول، وقول التفرد يحتاج إلى بحث ودراسة وتحقيق، ليس هذا محله. وقد نقل جملة من الكلام عن غير واحد من أهل العلم ممن أبدى الميل إلى هذا القول، ومنهم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره كذلك. وذكر الطحاوي جملة من أهل العلم كرهوا الصيام يوم السبت ونسبه إلى جملة من أهل العلم من التابعين. والكراهة عند التابعين في الغالب عند السلف في الغالب يقصد بها التحريم كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا حاصل خلاف أهل العلم والأمر فيه ساعة إن شاء الله، فإن ارتاحت نفسك إلى الصيام فصم ولا إشكال، بل أقول حتى ولو لم تصم اليوم وارتاحت النفس لصيام يوم السبت غدا اللي هو عرفة فعدم القصد يرى جملة كبيرة من أهل العلم بجوازه، وإن كانت ارتاحت النفس إلى المنع لما ذكرناه فلا تذريب ولا لوم على من يقول به. فلا نقول لمن ترك الصيام أخذا بهذا القول على قلة من قال به هذا يخالف جماهير الأمة، يخالف لا نقول أنه يخالف جماهير العلماء وأنه يستهين بهذه السنة العظيمة، لا نقول هذا. وفي المقابل أيضا لا نقول للآخرين أنتم تخالفون الحديث والسنة وتتركون الحديث، هذا قول أئمة، قول كبار، قول الكبار وليس قول فلان واحد واثنين وثلاث فانتبه إلى هذا. وقد كررت غير مرة أدب الخلاف وأدب والفقه في الخلاف. هذه حوصلة ما ذكرته من أسبوع مضى من خوم الخميس والجمعة وأثناء الأسبوع ويوم أمس كذلك أيضا، وقد أبنته الآن وأعيد فأكرر. المسألة فيها خلاف والأمر فيه ساعة، فمن ارتاحت نفسه إلى الصيام فهذا قول جماهير العلماء قاطبة، ومن فاته صيام هذا اليوم وارتاحت نفسه لأن يصوم غدا أخذا بقول جمع من العلماء ومنهم قول شيخنا العباد يرى جوازه إذا لم يقصده ولم يخصصه. وإن ارتاحت النفس إلى القول بالمنع وأخذ به فذاك أيضا قول من القوة بمكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي ينبغي التنبيه له وإليه أمر ما يتعلق بالأضحية، فهي من سنن الإسلام العظيمة التي شرعها الله وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وحث عليها ورغب فيها وداوم على فعلها من يوم شرعت وحث ورغب فيها وعليها حتى ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبها مطلقا في حق المقيم والمسافر. وإن كان الجماهير يرون سنيتها تأكيدا وهو مذهب مالك، ويرى أنه لا ينبغي لمن يقدر عليها أن يتركها وأن يتساهل
فيها. فإذا من هذه ما ينبغي أن يحرص المؤمن عليها قدر ما يستطيع، ولا نستكثر في الأضحية شيئا من المال أبدا لمن يقدر على ذلك، ومن لم يقدر وعجز فلا تثريب عليه ولا لوم ولا منقصت ولا منقصت. بل إن بعض الصحابة الكرام وبعض الأئمة الأعلام كانوا يختارون أحيانا ترك الأضحية إذا رأوا في نوايا الناس شيء يخالف الشرع. وهذا منقول عن أبي بكر وعن عمر وعن بعض أئمة السلف، حتى يقول بعضهم إني لأترك الأضحية وأنا قادر عليها خشية أن يرى إذا جيراني لزومها، أي ذلك اللزوم الذي يترك الإنسان يتكلف حتى الحرام من أجل الأضحية، حتى إذا يقال ما عندوش أو فقير دعه وش تحوز لك ألمك تحوز عليها عليها نعم وش حب ها تحوز على أبيك هيا روح عنده روح روح عنده ان شاء الله. الصبيان هذو هم اللي يحفظون لنا دينا لاحقا يا اخوة، نسأل الله تعالى ان ينبتهم النبات الحسن. هذا المقصود. ولهذا قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في توفيق هذه الآثار ان الحاكم لا يترك الشيء الواجب لمصلحة ارجح. ولهذا بعض الناس قد يتحايل ويتعامل بالحرام من أجل أن يأتي بالأضحية. ماذا فعلت؟ هدمت عملك، ترشي، ترابي، تسرق، تغدر، تخون، تكذب، تسأل المال من غير حاجة، تتمسك بعبد مثلك من أجل أن تأتي بالأضحية. هذا لا يقال، هذا لا ينبغي. فإذا يحرص عليها ما استطاع، يحرص عليها ما استطاع. ومن لم يستطع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين فيقول هذا عني وعن أهلي وهذا عمن لم يضحي من أمتي، لمن شهد، لمن لم يشرك بالله شيئا وشهد لي بالبلاغ. فإذا فاتتك الأضحية فاحرص على توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به والتمسك بالسنة، فعندك أجر الأضحية بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمام معنى الشهادة تصديقه فيما أخبر، وقد ذكرت لكم قبل جمعات قصة أبي هريرة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يراه أحد ويسمع به أحد إلا أحبه وأحب أمه، فصدق أبو هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحلف أنه لا يسمع به أحد ويراه إلا أحبه. قيل له كيف هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وضحى على أمته جميعا لمن يشهد لله بالتوحيد وله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. وأنصح أيضا من ضحى أن يصل أقاربه وجيرانه بما تيسر ولو انتهت الأضحية في يومه، فكما يفرح يفرح جيرانه خاصة في هذا العام الذي يعني كان ثمنها يعني ليس في متناول كثير من الناس. وأنصح أيضا من استطاع أن يعين أن يعين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس قال خير الناس أنفعهم للناس، وخير الأعمال سرور تدخل على المؤمن، تكشف قربته، تسد جوعته، تكسي عريه، ولئن مشيت في حاجة أخي أفضل إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة. ومن كرم غضبا ستره الله، ومن كرم غيظا وهو يستطيع أن يمضيه ملأ الله قلبه نورا. ومن ماشى في حاجة أخيه يعني أيضا جاء في الحديث ذكر أجر عظيم له من عند الله تعالى وأنه يثبته على الصراط يوم القيامة، هكذا جاء في الحديث. فنسأل الله تبارك وتعالى يعيننا على طاعته
وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى. وكذلك أنصح في أمر آخر وهو ما يتعلق بالأضحية، أن يعني نتحرى تنظيمها وتنظيم ذبحها، وأن لا نترك بقاياها على الشوارع كما نرى في غير مرة من السنوات والأعوام. والبلدية أظن عندها برنامج للمرور على الشوارع لأخذ هذه الحضارات، فينبغي لنا تنظيمها خاصة ما يتعلق بما إدارة الكبش، يعني الإنسان إما أن يأخذها يشتري منها أو يعطيها إلى المصانع التي تعيد تصنيعها، أو يجمعها في كيس ويضعها في المكان الذي يحدد لجمعها، مراعاة للتنظيف، وهو من ماذا؟ من أصول الشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا ينظفون أفنيتهم فنظفوا أفنيتكم. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يبقى ماذا؟ صلاة العيد تم تحديدها، صلاة العيد تم تحديدها بوقت يتوافق للجميع، وأظن الساعة أظنها الساعة 6:30، فقط أتأكد على 6:30. المراسلة من الإدارة أن صلاة العيد يوم الأحد على 6:30 صباحا، 6:30 بإذن الله تعالى تكون صلاة العيد. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.